بسم الله الرحمن الرحيم. أقوال حول السرور عن الله تعالى وأهل البيت عليهم السلام. قال الله تعالى في سورة الإنسان: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وقال تعالى في سورة الإنشقاق: وينقلب إلى أهله مسرورا. وروي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: السرور يبسط النفس ويثير النشاط، الغم يقبض النفس ويطوي الانبساط. وجاء عنه عليه السلام: من قل سروره كان في الموت راحته. وقال عليه السلام: أوقات السرور خلسة. وقال عليه السلام: بقدر السرور يكون التنغيص. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: السرور في ثلاث خلال: في الوفاء ورعاية الحقوق والنهوض في النوائب. فصل جديد فيما ينبغي السرور به. روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال لعبد الله بن عباس: أما بعد، فإن المرء قد يسره درك ما لم يكن ليفوته، ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه. فليكن سرورك بما نلت من آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك منها. وقال عليه السلام: أكثر سرورك على ما قدمت من الخير، وحزنك على ما فات منه. وقال عليه السلام: سرور المؤمن بطاعة ربه، وحزنه على ذنبه. فصل جديد في عوامل السرور. روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لا يستعان على السرور إلا باللين. وقال عليه السلام: أصل العقل القدرة، وثمرتها السرور. فصل جديد في من أودع قلبا سرورا. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرح، لا يدخلها إلا من فرح يتام المؤمنين. وعنه صلى الله عليه وآله: إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرح، لا يدخلها إلا من فرح الصبيان. وروي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: والذي وسع سمعه الأصوات، ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا، فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من أغاث أخاه المؤمن اللهفان عند جهده، فنفس كربته وأعانه على نجاح حاجته، كانت له بذلك عند الله 72 رحمة من الله، يعجل له منها واحدة يصلح بها معيشته، ويدخر له 71 رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله. فصل جديد: من سر مؤمنا سر رسول الله صلى الله عليه وآله. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أدخل على مؤمن فرحا فقد أدخل علي فرحا، ومن أدخل علي فرحا فقد اتخذ عند الله عهدا، ومن اتخذ عند الله عهدا جاء من الآمنين يوم القيامة. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا يرى أحدكم إذا أدخل على مؤمن سرورا أنه عليه أدخله فقط، بل والله علينا، بل والله على رسول الله صلى الله عليه وآله. وجاء عنه عليه السلام:
والله لرسول الله صلى الله عليه وآله أسر بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة. فصل جديد: من سر مؤمنا سر الله. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من سر مؤمنا فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: أيما مسلم لقي مسلما فسره سره الله عز وجل. وجاء عنه عليه السلام: من أدخل السرور على مؤمن فقد أدخله على رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أدخله على رسول الله صلى الله عليه وآله فقد وصل ذلك إلى الله، وكذلك من أدخل عليه كربا. وروي عن رجل من أهل الري: ولي علينا بعض كتاب يحيى بن خالد، وكان علي بقايا يطالبني بها، وقيل لي إنه ينتحل هذا المذهب، فاجتمع رأيي على أن هربت إلى الله تعالى، وحججت ولقيت مولاي الصابر يعني موسى بن جعفر عليه السلام، فشكوت حالي إليه، فأصحبني مكتوبا نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم أن لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفا، أو نفس عنه كربة، أو أدخل على قلبه سرورا، وهذا أخوك والسلام. قال الرجل: فعدت من الحج فأخرجت إليه كتابه عليه السلام، فقبله قائما وقرأه، ثم استدعى بماله وثيابه، فقاسمني دينارا دينارا، ودرهما درهما، وثوبا ثوبا، وأعطاني قيمة ما لم يمكن قسمته، ثم استدعى العمل فأسقط ما كان باسمي، وأعطاني براءة مما يوجبه علي عنه، وودعته وانصرفت عنه، فقلت: لا أقدر على مكافاة هذا الرجل إلا بأن أحج في قابل وأدعو له وألقى الصابر وأعرفه فعله. ففعلت، ولقيت مولاي الصابر عليه السلام، وجعلت أحدثه ووجهه يتهلل فرحا، فقلت: يا مولاي، هل سرك ذلك؟ فقال: إي والله لقد سرني، وسر أمير المؤمنين عليه السلام، والله لقد سر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، والله لقد سر الله تعالى. فصل جديد: ثواب التفريج عن المؤمن. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من نفس عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 70 كربة من كرب الآخرة. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب الآخرة، وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد. وجاء عنه عليه السلام: إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدم أمامه، كلما رأى المؤمن هولا من أهوال القيامة قال له المثال: لا تفزع ولا تحزن. فيقول له المؤمن: من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي كنت أدخلت على أخيك المؤمن. وجاء عنه عليه السلام: أيما مؤمن نفس عن مؤمن كربة وهو مؤسر يسر الله له حوائجه في الدنيا والآخرة. وروي عن الإمام الرضا عليه السلام: من فرج عن مؤمن فرج الله عن قلبه يوم القيامة. وجاء عنه عليه السلام: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة.